صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. تفضلي. اهلا وسهلا. نهال سمعنا طبعا كلنا عمالين ننتقد فكره صباح الخير الاول. صباح النور. كلنا بننتقد فكره مثلا الطفل اللي بيكون مامته من جنسيه وباباه من جنسيه وما بيحافظوش ان هم يختاروا لغه واحده يتعاملوا معاه بيها عشان خاطر ما يتعرضش الى مشاكل التأتأة او العصمه في الحديث. ايه رايك في الكلام؟ هو والله فعلا الموضوع ده يعني بيكون اسباب كتيره جدا، وخاصه لو كمان الام بتتكلم لغه والاب بيتكلم لغه تانية، يعني مش بس لهجتين مختلفتين. يعني مثلا احنا لو اتكلمنا على السوري مثلا والمصري في كلمات مشتركه ما بين اللهجتين ممكن تعدي شويه، لكن لو مثلا هما الام اجنبيه بتتكلم لغه تانية والاب مثلا زي مثلا بتتكلم انجليزي مثلا والاب بيتكلم عربي، فالطفل هيقف في النص مش عارف انا اتكلم انهي لهجه فيهم او انهي لغه فيهم، فدي بتسبب له نوع ما تشتت، بتسبب له لخبطه مش عارف يكتسب اي لغه من اللغتين يعني. فطبعا دي بتاثر عليه شويه في ناحيه التواصل، وبتاثر عليه في ناحيه ان انا ازاي اتفاعل مع البيئه اللي حواليا. انا جوه البيت بتكلم مع ماما بالعربي مثلا وبابا بيكلموا انجليزي او العكس، فلما اطلع بره اتكلم باي واحده فيهم لو في البيت لازم بيفهموني. يكون يمكن عندهم لغه تواصل موحده بالبيت مشتركه بالبيت، وهذا شيء نقضي على كل يعني نقضي على المشكله من جذورها. هو احنا يعني مثلا في حاله زي كده خلاص الاب بيتكلم مثلا عربي والام بتتكلم انجليزي، ف هتبقى كده. بس احنا ممكن نعمل ايه؟ نبتدي ان احنا نحاول نوحد لغه واحده بس جوه البيت نعلمها له، يا اما هكلمك عربي والام بقى تيجي على نفسها وتتعلم العربي شويه عشان تكلم الولد، او ان احنا نوحد لغه تانية. بس بيفضل طبعا لغه المجتمع هي اللي هو اللي يكتسبها. يعني مثلا احنا عايشين في هنا في مثلا في الامارات، يبقى هنتعلم اللغه العربي لان هو هيطلع يتعامل بره في السوبر ماركت، هيتعامل في المدرسه مع اولاد بيتكلموا عربي، مع الجيران بيتكلموا عربي، فاللغه العامه بتاعه المجتمع هي اللي هتبقى مسيطره شويه ان احنا نحاول ان احنا نتعلمها. طيب نهال، امتى ممكن مثلا، هلا بيقولوا ان الطفل بعمر معين قادر يكتسب 7 لغات فقادر يمكن انه هو يتعلم، بس امتى ممكن نلاقي ان الطفل صار عنده مشكله حتى لو كان الام والاب عندهم نفس اللغه، صار عنده مشكله بالنطق او مشاكل تانية؟ طيب هو عامه احنا علشان انا ابتدي اتكلم وان انا اتفاعل وان انا اتواصل مع المجتمع اللي حواليا لازم ان انا اكون ابتدي في مهارات اساسيه وحاجات اساسيه عشان الطفل ده يكتسب اللغه ويتفاعل مع اللي حواليه. اول حاجه ان احنا نتاكد مثلا ان اللغه يعني مشاكل اللغه دي والنطق بتبقى هي بتعبر عن التواصل بتاعنا. انا عشان اتواصل معاكي لازم اكون بستخدم نفس اللغه، يكون ما بيننا لغه مشتركه، حتى لو مثلا اشارات، لو في ناس مثلا بيستخدموا لغه الاشاره، في ناس بيستخدموا اللي هي الكلام المنطوق زي اللي احنا بنتكلم بيه دلوقتي. فعلشان الطفل ان احنا نحكم عليه ان هو هيكتسب اللغه طبيعي وان هو هيتكلم طبيعي، المفروض ان هو يكون بيسمع سمع سليم، نتاكد ان سمعه كويس، نتاكد ان هو مخارج النطق بتاعته سليمه، نتاكد ان هو عنده احتكاك لغوي، يعني ما يبقاش مثلا قاعد طول اليوم قدام التلفزيون ويكون قاعد قدام الايباد، بيبقى الطفل خلاص بقى طفل بيتعود ان هو يتلقى بس المعلومه، مش عنده حته ان انا اسال وارد على السؤال وان ماما مثلا تسالني سؤال واقعد افكر شويه عشان ارد على اجابه، لا هو اتعود قدام التلفزيون ان هو يتلقى 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 معلومات، طب تعالى بقى عبر واتكلم، فهنلاقي ان هو اصبح ان هو مش قادر يعبر. نيجي نلاقي مثلا يعني من علامات زي كده نلاقي طفل عنده سنتين لحد دلوقتي مثلا بيشاور مش بيتكلم، مش بيقول لمامته مثلا ابا شيء او ان انا عايز الحاجه الفلانيه، مش عارف يعبر عن اللي جواه، مش عارف يتفاعل. نلاقي مثلا على عمر 3 سنوات ممكن يكون لسه بيقول مفردات، مش عارف يبني جمله. سن 5 سنين اللغه بتاعته تبقى شبه شويه طفل عنده سنتين، لغه طفوليه جدا. الى جانب طبعا بقى مشاكل كتيره انتوا كنتوا بتتكلموا عليها زي مثلا التوحد، زي التأتأة، الحاجات زي كده ممكن تظهر عنده ونقول عليها ان كده عنده مشكله في نمو اللغه والتطور بتاعها. هذا مش شرط يكون كل بي وام من بلد، فين يكون من نفس البلد، وهذا الشيء بيصير عادي يعني مش ممكن يحصل. اصل وارد جدا اي طفل دلوقتي في العصر اللي احنا عايشين فيه ان هو يبقى عنده المشاكل دي. وعلى فكره بنلاحظها برضو في الاولاد مثلا اللي عايشين في بلد اللي هو مش بلدهم الام، يعني وافدين زي مثلا الناس اللي عايشين في بلد غير بلدهم، البيت مقفول عليهم بس، يعني مقفول عليه الـ4 حيطان ومقفول عليه باب، قاعد طول النهار الام مضطريه مثلا عشان لو هي بتشتغل كده فبتسيبه قدام التلفزيون، بتسيبه قدام الحاجات زي كده. صح الاب والام بيتكلموا عربي زي بعض، بس الطفل مثلا قاعد قدام التلفزيون بس، قدام الايباد والالكترونيات، طبعا الحاجات دي هتخليه ان هو يتاخر لغويا. طفل تاني مثلا ممكن يبقى مدلل قوي، يعني مش محدش ما عندوش اضطراريه ان هو يتكلم، يعني انا كل حاجه عايزها
مباحة قدامي، لو عايز أشرب هقوم أجيب المية وأشرب، لو عايز أكل هقوم أفتح التلاجة وأكل، لو عايز اللعبة قبل ما أفكر فيها مجرد ما شاورت عليها ماما هتجيبها لي، فهو مضطرش إن هو يتكلم. فبالتالي خلاص يعني اللي في سنه اللي كان مثلا بيتفاعل وبيتكلم وعنده شقاوة هتلاقيه بيتكلم بقى أحسن، لكن طفل مش محتاج للغة فبالتالي مش هيتكلم، فهيبقى متأخر في النمو بتاع اللغة بتاعه. طب نهال، في كمان قصة بسيطة جدا بتحصل خاصة عندنا احنا مثلا في مصر، معرفش هي بتأثر على طفل ولا لا. الأب والأم بيخترعوا مصطلحات اللي هو كل مام، يلا روح باباي، يلا أبا حنشال. الكلام ده احيانا بشوف انا اطفال بيكبروا يبقى مثلا في اولى اعدادي وماما بتكلمه لا يا ماما انا مش عايز المام ده، فقد ايه بيأثر على ايه؟ شفتي انت ضحكتي، قد ايه الموضوع بيأثر على كمان لهجته او طريقه تواصله مع الاخرين، وان هو يكون عرضه حتى للتنمر والسخريه من زمايله. اكيد طبعا، يعني هو دي اسمها لغه طفوليه، لغه طفوليه دي بتبقى مسموح بيها مثلا لحد سن مثلا سنتين ونص ثلاثه بالكتير قوي، وبعد كده الام بتبتدي المفروض ان هي والبيت اللي حواليه يسحبها بقى، يبتدي ان احنا بدل ما انا بقول له مام طب لا كل تفاحه مثلا او كل مثلا سمكه او كل، فانت بتبتدي تدي له المسميات. المشكله بقى اللي اكتر بيحصل من كده الناس بتستحسن بقى، يعني انا لقيتك مثلا انت بتقول على سياره مثلا لالالا، فتلاقي كل البيت يقول لك لالالا شوفي يلا هنركب، فتلاقي الجده بتقول كده والولد والاب بيقول كده واخواتك، ترسخ بعقله بهاي الطريقه. طب انا هحسنها ليه؟ ما هي دي زي ما انت بتقولي يعني خلاص، ما دي صح بقى، جزء من القاموس تاع العيله احيانا فعلا بتصير. بس كمان امتى مفروض الاهل ينتبهوا انه الطفل عنده مشكله ولازم انه نلاقي لها حل؟ في ناس بتتركه ليكبر، وممكن مثلا خصوصا بمشكله التأتأة، انه الطفل يتأتأ هو اوكي عم بيصيغ جمله بس عم تصعب معاه لدرجه انه هو عم بتأتأ مره مرتين ثلاثه لغايه ما يطلع الجمله السليمه. امتى افضل وقت انه احنا نبلش نحسن منها المشكله؟ هو دايما احنا في عباره كده بتتقال اللي هو ذا سونر ذا بيتر. اول ما تلاقي ابنك عنده اي مشكله في ان هو بينطق صح مثلا، مخارج الاصوات بتاعته مش سليمه، عدى سن سنتين ونص زي ما انا قلت كده ولسه بيشاور ومش بيستخدم كلمات، عدى برده سنتين ونص دول ولسه مش بيبني جمله من كلمتين، لقيته ابتدى يتأتأ كده، المفروض ان انا بشوف هل مثلا ايه سبب التأتأة ده، ابتدي الاحظ هل مثلا ايه الموقف اللي بيحصل فيها التأتأة دي، هل دي بشكل دايم معاه ولا مثلا ايه لما يبقى مندفع شويه او لما يكون متحمس ممكن يتأتأ. فبتبتدي الام بقى تبتدي تلاحظ حاجات زي كده، وعلى طول تبتدي تاخده وتعرضه مثلا على اخصائي نفسي لو هو عنده تأتأة او اخصائي نطق ولغه. الناس دول بقى هم اللي هيبتدوا ان هم يشتغلوا مع الولد ده، ان هو يبتدي نشوف ايه سر المشكله دي ونبتدي نعالجها ونبتدي ان احنا نحط لها حلول بحيث ان هو ما يكبرش بيها. لان التأتأة مثلا من سن سنتين ونص لخمس سنين احنا بنقول ان هي بتبقى حاجه عاديه مع تطور اللغه، بس مع الرعايه يعني مع الاهتمام وان احنا نلاحظها او ان احنا نبتدي ان احنا ما نلفتش نظره ليها ما نعلقش عليها كتير. لو عدى سن خمس سنين وهو لسه عنده تأتأة يبقى هي خلاص بقت عنده مشكله وممكن تبقى تستمر معاه في اللغه بتاعته، يعني لازم تتعالج. هلا نهال حكيتي عن اخذناه عند الحكيم واخذناه على المستشفى وحطيناه وعملنا عليه تجارب وكل شيء، بس نحن فينا نبلش من البيت. يعني انا بتذكر كانوا يجيبوا شيء يحطوه يمكن تحت لسانه الصبي يجرب يخليه يقول ايوه الطب الشعبي القديم ده الزلمه يصير يهرع حاله اخر شيء كذا كرمال يقول الكلمه وما بده. شو في يعني اكسرسايز فينا نعملهم بالبيت قصص لهذا الطفل قبل ما نروح دغري نركض عندكم؟ حلو السؤال. تمام، هو انت احنا بنتكلم بس على التلعثم بس دلوقتي كمشكله او التأتأة هي نفس المعنى. طيب دلوقتي احنا التأتأة دي او التلعثم بيكون لها كذا جانب ممكن يكون سبب فيها، فاحنا لازم احنا اشوف هل مثلا ابني ده ابتدى ان هو يتأتأ او يبقى عنده لعثمه نتيجه ان هو اتعرض لموقف صعب مثلا اللي هو خاف من حاجه نفسي. ايوه لسبب نفسي مثلا حد خوفه ان هو كان مرتبط بحد وتوفى، كان مثلا مرتبط بالدادة بتاعته سافرت، ان هو مثلا تمشي على اصل المشكله شخصيه يعني نمشي على ايه السبب ونبتدي ان احنا نعالجه ونحاول ان احنا نزود الثقه في النفس، نحاول ان احنا مثلا الطفل اللي بيبقى عنده خوف شديد ده لا ده احنا ممكن نشترك في رياضه وممكن نشترك في لعبه حاجه زي كده، ابتدي اثبت نفسي واحس ان انا شاطر، فخلاص يبتدي الجانب اللي هو زعزعه النفس دي ومفيش ثقه تبتدي تقوى عنده شويه. لو بقى السبب عضوي، في احيانا مثلا اولاد بيكون النفس بتاعهم ضعيف فمش قادر يتنفس صح، فمش قادر ان هو يشيل كلام كتير مع النفس بتاعه فالكلام بتاعه يبقى واضح وتبقى جمله طويله، فبالتالي في حاله زي كده لا يبقى ابتدي بقى معلش
الجا لا بقى للتخاطب وحاجات كده. عادي تحط اللوز ومدري شو تحت اللسان والقلم الرصاص القلم اخد سنة انا والله دي خبره بنحكي عن الموضوع بمصر يعني كتير منه سيريل على نفسه السنة. بس ايهاب انت ذكرت بالبيت هلا المشكله انه صار البيت كله تكنولوجيا صرنا اصلا مو قادرين نسيطر على التكنولوجيا قد صارت تكتسح حياتنا. في مثلا تطبيقات حتى لو انت بدك تعطي ابنك الايباد بس مثلا في عنده تطبيقات ممكن تساعده على النطق تساعده على النطق الصحيح على تعلم حتى لغات جديدة بعمر معين. طيب هو احنا دلوقتي بالنسبة لأننا أدخل التكنولوجيا للولد وأنه هو يبتدي يتعلم منها والحاجات زي كده هنرجع برضو تاني لنفس المشكلة اللي كنا نتكلم عليها من شوية. أنا إمتى أدخل لإبني لغة تانية وهو لسه اصلا ما بيتكلمش؟ مو لغه حتى لو لغه الام يعني انت مثلا مسموح انك انت تدخلي له التكنولوجيا لحاله. ادخل التكنولوجيا وهو لسه طفل صغير قبل مثلا سن 3 سنين اللي هو لسه ما اكتسبش اللغه بتاعته كامله. هو على مثلا سن 5 سنين اللغه بتكتسب. على سن مثلا لو انا هدخل له تكنولوجيا وحاجات زي كده بشرط ان انا اكون حريصه ان اللغه اللي مستخدمه او اللهجه اللي مستخدمه في الالكترونيات دي تبقى زي اللغه بتاعتي. يعني انا ما اجيش مثلا اكون مثلا اماراتي واستخدم لهجه مثلا ادخل لهجه تانية. ما اجيش مثلا انا مصريه وادخل لهجه تانية. ليه؟ هتلاقي مثلا انا لو مصريه الاقي ابني بيقول لي بندوره مثلا فهتلاقي في تضارب في المصطلحات. ده هنرجع لنفس الكلام اللي كنا بنتكلم عليه. انا بعاني من ده يا دكتوره بليز لازم تعالجيني لازم اجيلك تعالجيني يا ستي تنوري. كلمه سوري كلمه فلسطيني كلمه لبناني. لا احنا عايزين نوحد كولكشن جميل مصري عندنا. لازم نوحد علشان ايه الطفل ما يتلخبطش. طب انا يعني مثلا حاجه مثلا احيانا بيجي لك ولد يروح قايل لي اي وانت ايد بيضه وسن ملك واسود. لا طب بعدين يعني هكلمك ايه فيهم؟ احيانا تيجي تكلمي تقولي له ايه يعني يلا سميلي نقول اسامي الالوان دي فتلاقيه مثلا عارفهم بالانجليزي ومش عارف بالعربي. فلو انت اتلخبطتي كده وقلت له يعني اديني اللون الاحمر فهيقعد يبص لك باستغراب. لكن لو قلت له ريد عارف جدا وبيميزه وبيعمل. طيب فلهجتين صعب. نهال يعني من خبرتك وعن تجربه قد ايه الموضوع ده بيأثر على الشخص مثلا اللي بيكون بيتلعثم او بيتأتأ او عنده لدغه معينه زي السين مثلا ناس بتقول كده والحاجات دي في الشغل او في حياته العاطفيه وما بين زمايله قد ايه كميه التنمر اللي هو بيتعرض ليها؟ انت بتشوفي انه اي عمر عادي ليه العلاج ولا مثلا في سن معين بيقف عنده بيعجز الطب؟ اولا العلاج ما بيقفش. احنا ممكن يعني من سن احنا بنبدا تدخل مبكر من ساعه ما بتبدا المشكله زي ما قلت. ممكن يبقى في طفل مثلا عنده تاخر في اللغه من سن سنتين ونص. احيانا بيجي لنا اولاد عندهم بقى اضطرابات تانية مش بس اللي هي التأتأة وتاخر في الكلام. لا ده طفل مثلا داون سندروم مثلا طفل توحد طفل مثلا عنده ضعف سمع. ضعف السمع ده احنا بنشتغل معاه من عنده سنه وشهرين. تخيلي بيبي جاي احنا هنشتغل مع بعض. فبدايه التدخل ده من ساعه ما احنا عرفنا ان الولد ده عنده مشكله نبتدي نتدخل معاه. لحد امتى؟ لحد يعني اخر يوم في عمري انا ممكن اخد جلسات وممكن ان انا احسن من نفسي واطور من نفسي. لان ممكن فوق مثلا سن ال 30 سنه وحد يجي له بحه حد يجي له مثلا افيزيا ان هو يجي له جلطه في المخ يعني ويبتدي ان هو يفقد اللغه. طب ما ده محتاج ان هو يتطور ومحتاج انه يتكلم ويعبر ويتواصل. هو ده التواصل. انا محتاجه اتعود ان انا اتفاهم واعبر عن نفسي في اي سن بقى ممكن احسن المشكله دي واعالجها. طب التنمر بقى اللي الولاد بيتعرضوا له والحاجات زي كده ممكن تتكلموا فيها. حته التنمر ده ممكن ينتج يعني ان هو بيبي مثلا ده خلاص دخل المدرسه هو عنده مثلا مشكله تأتأة عنده مشكله ان هو بينطق الاصوات غلط عنده مشكله ان هو مش عارف يبني جمله ومش عارف يعبر عن نفسه. هتلاقي زمايله في الصف ابتدوا بقى يقلسوا عليه يبتدوا ان هم يتجنبوه مش عايزين نلعب معاك. ايه ده هو ماله اللي مش بيتكلم زينا فيقعد في ركن لوحده. فيبتدي ان هو يعني يحس ان هو انا منبوذ يعيش في عزله مع نفسه كده اخرين طبعا على طول بس على فكرة صحيح. أنا كان إلي صديقة كانت بتعاني من مشكلة برضو باللفظ. كان الراء عندها شبيه بحرف الواو واستمر معها لا يمكن صف 11. بعدين خالتها ساعدتها بهذا الموضوع وعملت لها تمرين الألم وحبستها بغرفة أسبوع قالت لها ما بتطلع من البيت إلا لما تعدلي حرف الراء وضبط معها. هذا دليل إنه ما في شيء يمكن بيجي متأخر. نورتينا دكتورة نهال احنا كتير انبسطنا وفعلا معلومات كتير قيمة خصوصا للأهالي اللي عندهم أطفال بيعانوا من هاي المشكلة. رح نطلع بريك ومن بعدها راجع. انشرفت بيكو جدا شكرا.